اهلا بيكم، معاكم محمد عاطف معرفة هاردوير. النهارده في حلقتنا الخامسه عن الكينابه هنتكلم عن حاجه مهمه جدا وهو الباك اب، وده بيتم عن طريق برنامج هايبرد باك اب سينك الموجود على الكيناب. هنشوف مع بعض ازاي نعمل له سيت اب وازاي نستخدمه وازاي تعمل باك اب للداتا بتاعتك الموجوده على الكيناب على الكيناب نفسه، او تعملها ريموتلي على كيناب تاني في نفس النتورك او على الانترنت، وازاي برضه تعمل باك اب للداتا بتاعتك الموجوده على الكيناب على الكلاود بتاعتك، على الكلاود ستورج، سواء الاستورج دي مثلا زي جوجل درايف او ون نوت. هنشوف الكلام ده كله مع بعض، وهنشوف ازاي نستخدم خاصيه الوان تاتش كوبي اللي هتخليك توصل اكسترنال هارد ديسك على الكيناب عن طريق وسط يو اس بي 3، وتعمل باك اب لكل الداتا اللي موجوده على الاكسترنال هارد ديسك على الكيناب، او العكس تعمل باك اب للداتا اللي موجوده على الكيناب على الاكسترنال هارد ديسك. هنشوف الكلام ده كله مع بعض، ازاي نستخدمه، ازاي نستخدم الهايبرد باك اب سينك، ازاي نعمل له انستليشن، وهنتكلم برده ازاي تعمل ريبليكيشن للداتا بتاعتك لما يكون عندك اثنين كيناب، الاثنين يكونوا شغالين في نفس الوقت يعملوا ريبليكيشن للداتا اللي موجوده على الاثنين، بحيث ان لو كيناب وقع منهم الثاني يشتغل برده مفيش اي مشكله. وهنتكلم برده ازاي تعمل سينك للداتا اللي موجوده على الكيناب على كيناب ثاني، وازاي تعمل وان واي سينك وتو واي سينك، بمعنى اصح ان انت مثلا عايز تعمل سينك لكيناب واحد وتبعت الداتا من الثاني عليه واللي يبقى السورس الاولاني، او الاثنين يسينكوا مع بعض سواء الداتا اتغيرت في الكيناب الاولاني او الكيناب الثاني، الاثنين يحصل تغيير في الداتا بينهم. ازاي نستخدم الفيتشرز بتاعته، ازاي انا اقدر اعمل باك اب للداتا اللي موجوده على الكيناب سواء ريموتلي او على الكلاود ستورج او لوكالي على الكيناب نفسه، والعكس صحيح. يلا بينا نشوف الشرح مع بعض. دلوقتي احنا عملنا لوجن على الكيناب وعلى الصفحه الرئيسيه، هنروح على الاب سنتر عشان داونلود برنامج هايبرد باك اب سينك. هنفتح الاب سنتر، ممكن نعمل سيرش عليه هايبرد باك اب سينك هيطلع لنا. طبعا هعمل له اوريدي انستول، فهنضغط طبعا هيبقى مش موجود عندك، ضغط انستول. بعد الانستليشن هتلاقيه موجود عندك بره في الديسكتوب، نفتحه. اول ما تفتح الهايبرد باك اب سينك هتلاقي اوفر فيو، اول تاب تطلع لك فيها ثلاث حاجات: باك اب وريستور وان واي سينك وتو واي سينك. باك اب دوت اللي هو تقدر تعمل باك اب للداتا اللي موجوده عندك على الكيناب. لما نضغط عليها هيطلع لك ثلاث اختيارات: لوكال باك اب اللي هو تباك اب الداتا على الكيناب نفسه، يعني اختار فولدر معين تباك اب الداتا اللي عليه على الكيناب نفسه في فولدر تاني. لو ضغطنا عليها هيطلع لنا المنظر دوت، هيقول لك اختار اسم الجوب، ويقول لك اختار اسم الفولدر اللي انت عايز تعمله باك اب، او عايز تعمل باك اب لكذا فولدر مفيش مشكله عادي، وتقول له ابلاي. طبعا هنوت لازم تكريت حاجه اسمها لوكال ستورج، هوريكوا ازاي نكريتها قدام، اللي هو الفولدر اللي انت بتكريت عليه الباك اب. قلت له ابلاي هيحط لي التاسك ديت او الجوب ديت، هلاقيها موجوده عندي. طبعا لو اخترت اكتر من فولدر او فولدر واحد دوست ابلاي، طبعا هنا دلوقتي التاسك ظهر عندي في اول جوبز. لو دوست باك اب ناو هيعمل باك اب او هيعمل التاسك ديت ويعمل باك اب للفولدر دوت في المكان اللي اخترته. ممكن اعمل اعلم واختار طبعا ديليت التاسك ديت مفيش مشكله. نرجع تاني للاوفر فيو، يبقى لنا اول اختيار اللوكال باك اب اللي هو انت تعمل باك اب من الفولدر او الداتا معين على الكيناب، من الكيناب قصدي على الكيناب نفسه. ريموت باك اب بنتعمل باك اب من الكيناب لكيناب تاني، طبعا لازم تبقى سواء الكيناب دوت موجود عندك في نتورك او في مكان تاني وتكونكت عليه اوفر انترنت. لو قلت له طبعا تختار الاول الفولدر انت عايز تعملها باك اب، هتيجي هنا وتعمل اد للكيناب اللي انت عايز تكونكت عليه سواء موجود عندك لوكالي في النتورك او اوفر انترنت، وتقول له ابلاي. هيعمل باك اب طبعا للداتا ديت على كيناب تاني. يبقى احنا كده قلنا اللوكال باك اب اللي هو كيناب الباك اب على الكيناب نفسه، قلنا ريموت باك اب اللي هو باك اب على كيناب تاني، وتالت حاجه كلاود باك اب اللي هي تعمل باك اب على الكلاود ستورج بتاعتك سواء جوجل درايف او الوان درايف. نفس الكلام برضو هتختار الكلاود ستورج انت عايز تعمل عليها باك اب. لازم طبعا قبل ما تبدا عمليه الباك اب تعمل حاجه اسمها الاستورج سبيس. الاستورج سبيس دي عباره عن زي بتختار الفولدر اللي الباك اب هينزل فيه. طبعا اوريدي عامل واحده فهعمل لها ديليت، ونشوف ازاي نكريتها مع بعض. نضغط على الايكون دوت، ممكن تقول تختار بقى الاستورج سبيس دي موجود عندك لوكالي على كيناب ولا على كيناب تاني، ولا تبقى في كلاود ستورج زي جوجل درايف مثلا او درايف.
طبعا نختارها لوكالي خلاص مش مشكله. نختار مثلا فولدر 1 اوكي كده وعمل كلاود ستورج كده. اي باك اب هتعمله واخترت لوكال ستورج هيسيف في الفولدر اللي اسمه فولدر 1. لو مثلا عامل لوكال ستورج على في اماكن ثانيه على مثلا كيوناب ثاني او على كلاود ستورج في جوجل درايف مثلا او الوان درايف هيظهر لك برده في الاختيارات اللي انت لما تيجي تعمل لوكال باك اب. او مثلا لو كان جيتنا لوكال ستورج ثانيه على فولدر ثاني مثلا زي فولدر 2 قلت له اوكي كده هيبقى ظاهر عندي اثنين لوكال ستورج. لو انا رحت هنا على اوفر فيو وعلى باك اب ولوكال باك اب هيطلع لي الاختيارين قدامي انا. يبقى كل لوكال ستورج مربوطه بفولدر معين. هي دي فائدتها. سواء بقى اللوكال ستورج دي على فولدر انترنال في كيوناب او على كيوناب تاني او على كلاود ستورج بتاعتك. نيجي تاني حاجه الريستور. ترستور الباك اب بتاعتك اللي انت عملته الداتا بتاعتك ترستوره على تختار ترستور منين؟ من الكيوناب لوكالي او برضه من كيوناب تاني ريموتلي او من كلاود ستورج نفس الكلام. وتختار عايز الحاجات اللي هتعملها ريستور دي ايه؟ هل هي باك اب جوبز ولا هي فولدرات؟ طبعا لو اخترت لوكال ناس وقلت له نيكست مش هيرضى يضغط لان مفيش حاجه مفيش اي باك اب احنا عملناه قبل كده. لو في باك اب اوريدي معمول لوكالي هيظهر لي ان هو واختاره واعمل له ريستور. نفس الكلام برده في ريموتلي ونفس الكلام لو قلت له نيكست مش هيظهر لان احنا ما عملناش اي باك اب من الكلاود ستورج. بس عرفنا ان الريستور ممكن ترسول عن طريق الداتا سواء من على الكيوناب او من على كيوناب تاني او من الكلاود ستورج. هنيجي تالت حاجة السينك. في وان واي سينك وتو واي سينك. في حاجة اسمها سورس وديستنيشن. السورس دوت اللي هو اللي انت بتاخد منه الداتا وتعملها سينك في الديستنيشن. الوان واي سينك بيعتمد ان انت بتعمل سينك من السورس فقط للديستنيشن. يعني لما تعمل تغيير على الداتا على السورس بتسمع في الديستنيشن، لكن العكس مش صحيح. لو عملت تغيير على الديستنيشن مش هيسمع في السورس اللي هو كيوناب عندك. التو واي الداتا بتتغير في الناحيتين في السورس والديستنيشن. يعني لو غيرت الداتا في الكيوناب هتسمع في الديستنيشن، ولو غيرتها برضه في الديستنيشن هتسمع في الكيوناب وهيسينكوا مع بعض. ده الفرق بينهم. هنضغط على كريت سينك جوب مثلا هيظهر لنا الاختيارين وان واي وتو واي سينك. هيقول لك انت عايز سينك وذ لوكال ناس. لو انا هختار دوست عليها يبقى هسينك لوكالي على الكيوناب نفسه ما بين مثلا فولدرين عندي مثلا زي فولدر واحد وفولدر اتنين. كده هيسينك الداتا ما بينهم بس وان واي سينك. بمعنى صح ان الداتا اللي موجوده على الفولدر 1 هتبقى هي الاصل، ولو حصل اي تغيير فيها هيسمع اوتوماتيك فولدر 2، لكن اي تغيير في فولدر 2 مش هيسمع في فولدر 1. ده بمعنى صح الوان واي سينك وده لوكالي على كيوناب فقط. لو رجعت خطوه ورا واخترت سينك والريموت سيرفر هيختار ان انا اعمل سينك مع كيوناب ريموتلي سواء الكيوناب ده موجود عندي في اللوكال نتورك او اوفر انترنت. سينك وذ ذا كلاود اللي هو الكلاود ستورج بتاعتك سواء جوجل درايف او الوان درايف مثلا، يعني يسينك مع فولدر على الكلاود ستورج بتاعتك. نفس الكلام برضو هيبقى الاصل هو كيوناب ويسينك الفولدر بتاع الكلاود ستورج مع الكيوناب. بس عايز تعمل العكس ممكن ساعتها بقى تختار كلاود لوكال سينك. يعني لوكال تو كلاود سينك هيبقى الاصل هو كيوناب ويسينك مع الكيوناب. لو اخترت كلاود تو لوكال سينك هيبقى الاصل هو الكلاود ستورج ويسينك الداتا اللي موجوده في كلاود ستورج مع الكيوناب. بس تغييرها او الاصل للداتا هيبقى موجود عندك في كلاود ستورج. طبعا تختارها وتقول نيكست هكمل معاك عادي مفيش مشكله. ولو لوكال تو كلاود اقول لك برضه اختار الكلاود ستورج بتاعتك عشان يسينك معاها. ده بالنسبه للوان واي سينك. بيبقى هو دايما الاصل هو السورس. الديستنيشن بيبقى زي كده بيكوبي الداتا من السورس، لكن اي تغيير يحصل في الديستنيشن ما بيسمعش في السورس. اما تو واي سينك العكس، اي تغيير بيحصل في مكان من المكانين بيسمع في التاني على طول سواء ريموتلي على كيوناب تاني او على الكلاود ستورج. تاني تابعنا هنلاقي اللور جوبز او اي تاسكات بتاعتك باك اب بتلاقيها موجوده هنا اهوت. والستورج سبيس ديت اللي انا شرحتها اللي هي بتختار المكان او الفولدر لوكالي اللي تبقى الداتا الباك اب داتا بتاعتك موجوده عليه. وده البروفايل فايلز بتاعتك جوجل درايف مثلا بروفايل هتلاقيه متسجل هنا اهوت. ودي السيتنجز بتاعت السيرفرز بتاعتك سواء ارسينج سيرفر او ار تي ار ار سيرفر. النقطه دي برضو عايز اوضحها ان انت ممكن تعمل ريموتلي سينك ريموتلي سواء وان واي او تو واي
مع سيرفر عندك في النتورك زي مثلا اف تي بي سيرفر. لوكال ريموت الاصل هو الكيوناب، لوكال ريموت يعني الاصل هو السورس هو الكيوناب. هنلاقي ظهر لنا البروتوكولز اللي ممكن تختار زي اف تي بي او ار تي ار ار او ار سينك او سي اف اس. تختار مثلا سيرفر اف تي بي عندك تعمل سينك معاه. لو اخترنا اف تي بي مثلا قول نكست، هنلاقي هيظهر لنا الحته بتاعت ريموت اف تي بي سيرفر. طبعا لو انا عندي اف تي بي سيرفر بقدر اضيفه واضيف الاي بي بتاعه وبيظهر لي عادي جدا مفيش مشكله. وهاجي اختار هنا الفولدر اللي انا عايزه سينك اللي يسينك معاه. ولو الاف تي بي سيرفر طبعا عامل له اد هيظهر في الحته ديت وظهر الفولدرات اللي جوه. ادوس ابلاي هيسينك الداتا اللي موجوده في الكيوناب مع الاف تي بي سيرفر دوت، والعكس برضه صحيح. عشان كده بقول، وطبعا ممكن تختار اي سيرفر من اي بروتوكول من البروتوكولز ديت، ودي السيتنجز الخاصه بيها. طبعا تقدر انت تاكتف السيرفيس او الفيتشر بتاعه الار تي ار ار سيرفر اللي هو المسؤول عن ريل تايم ريموت ابلكيشن. لو معنى صح، لو انت عندك مثلا 2 كيوناب، ممكن ان انت تعمل سينكينج ما بين ال 2 كيوناب دول زي ما انا شرحت قبل كده، تضيفه وتعمل سينك ما بينه وبين الكيوناب اللي عندك، وتعمل تو واي سينك ريموتلي من اوفر فيو هنا اهو. تو واي سينك ريموت ار تي ار ار سيرفر، هتضيف السيرفر وتضيف الاي بتاعه، هتعمل حاجه اسمها ريبليكيشن للداتا. بمعنى صح ان الاثنين كيوناب هيبقوا ليه فيهم نفس الداتا، ويحصل بينهم ريبليكيشن للداتا ما بينهم. بمعنى صح لو واحد فيهم وقع الثاني هيكمل شغل مكانه، ده اسمه ريبليكيشن للداتا. بس طبعا لازم قبل ما تعمل الكلام ده كله تكون في الار تي ار ار سيرفر هنا عامل له انيبل. التايم ماشين دي فيتشر بتقدر انت تخليك لو انت عندك ماك وعليه او اس اكس، تقدر ان انت هيشوف الكيوناب وتعمل باك اب للداتا بتاعتك اللي موجوده على الماك على الاو اس اكس على الكيوناب عن طريق التايم ماشين. في فيتشر جميله جدا اسمها الاكسترنال باك اب، دي بتبقى مسؤوله عن ايه؟ ان انت تقدر تعمل باك اب للداتا بتاعتك على كيوناب على اكسترنال هارد ديسك، هتوصله عن طريق اليو اس بي 3 على كيوناب دايركت، وتعمل باك اب للداتا اللي عندك على الكيوناب على الهارد ديسك. طبعا لو في هارد ديسك هيبقى هيظهر لك هنا وتقول نكست، وتقدر انت تعمل باك اب للداتا بتاعت الكيوناب على الهارد ديسك دوت. تاني حاجه اسمها يو اس بي 1 تاتش كوبي، ده زي ما انا كان ظهر في الكيوناب قبل كده في فيديوهات، زرار موجود في الكيوناب من قدام اسمه 1 تاتش كوبي. ده بيبقى ليه تلات خواص تختارهم انت من هنا الزرار ده اللي يعمله بالظبط. اول خاصيه السمارت امبورت، ودي بتخلي لو انت مثلا الهارد دوت عليه مالتي ميديا فايلز فيديوهات صور، بيقدر ان ما تضغط توصل الهارد دوت بالكيناب عن طريق فتحه اليو اس بي 3 وتضغط على زرار وان تاتش كوبي، بيسحب كل المالتي ميديا فايلز اللي موجوده على الهارد ويعملها باك اب على الكيناب. ودي فيتشر جميله جدا مهمه جدا للي عايز يعني ينجز، عايز يسحب ملفاته على طول مع الهارد ويرفعه على كيناب من غير ما يفتح الكيناب ولا يفتح الكي فايل مثلا ولا يفتح الابلكيشنز بتاعت الكيناب نفسها. مجرد هيوصل هاردات على زرار اللي هو الوان تاتش كوبي، هيرفع كل المالتي ميديا فايلز اللي عنده على الاكسترنال هارد ديسك ويعملها باك اب على الكيناب. طبعا لو اخترتها الزرار هيقوم بالفيتشر دي. لو اخترنا خيار تاني اللي هو يو اس بي وان تاتش كوبي، الفيتشر دي بتخليك تعمل باك اب من لما تضغط على زرار الوان تاتش كوبي وانت موصل هارد، يعمل باك اب للداتا اللي موجوده على الكيناب على الهارد. لو اخترنا الاختيار الاولاني، ولو اخترنا الاختيار الثاني، لا سوري، لو اخترنا الاختيار الاولاني هو اللي هيعمل باك اب للهارد كله على الكيناب عندك، يعني ضغطت عليها يوم واخد باك اب من الهارد كله ويعمل لها ويحطها لك على الكيناب. لو اخترنا الاختيار الثاني هي باك اب الكيناب نفسه ويحط لك نسخه منه على الهارد بتاعك. لو عملت ابلاي هيعمل فيتشر ديت او هيعمل الخاصيه ديت لما تضغط على زرار وان تاتش كوبي. تالت واحده والاخيره لو اخترتها ودوس ابلاي، اللي هيحصل انت متوصل هارد ديسك على الكيناب هيستخدمه كانه اكستندر ستورج، كانه هارد زياده انت وصلته على الكيناب مش اكتر. يبقى احنا كده بس شفنا مع بعض نظره سريعه على الخصائص بتاعه الهايبرد باك اب سينك، ازاي نعمل باك اب، ازاي نعمل باك اب لوكالي على الكيناب،
اذا نعمل باك اب ريموتلي على كيونت تاني، اذا نعمل باك اب على كلاود ستورج زي جوجل درايف او ون درايف، اذا نعمل ريستور برضو لوكالي او ريموتلي من على كيونت تاني او من كلاود ستورج، اذا نعمل سينك وان وي سينك وتو وي سينك. كل الكلام ده شفناه مع بعض، وزي ما شفنا كلام بسيط وممكن يتعمل بسهوله، مفيش مشكله. في نهايه حلقتنا اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو حد عنده استفسار يا ريت تشرحنا ليه في التعليقات. السلام عليكم.